أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إنا نسألك بفاتحة الكتاب أن تفتح أبواب رحمتك وخزائن مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم ترحم على شهدائنا الأبرار وفي طليعتهم شهيدي العروبة والإسلام، الملك محمد الخامس وولي عهده أنذاك وصاحب سره الحسن الثاني. اللهم تقبلهما عندك، اللهم اجزي عليهما شفائف رحمتك. اللهم ارحم هؤلاء الشهداء الذين قاموا بشرف عظيم لبلدنا ووطننا ودولتنا وأمتنا. اللهم أرحم برحمتك الواسعة. اللهم اضوي عليهم قبورهم يا رب العالمين. اللهم افسح لهم في هذه القبور يا رب العالمين. اللهم اجعل قبورهم روضات من رياض الجنة، ولا تجعلها عليهم حفر من حفر النار. اللهم انتصر لنا يا رب العالمين على أعدائنا وخصامنا. اللهم اهد شيابنا واصلح شبابنا واصلح أمورنا جميعا بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد، نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أكفينا وكفي جميع الأمة الإسلامية وعلى وجه خلوص بلدنا ووطننا وملكنا أمر كل جبار عنيد أو ظالمين أو معتدين أو متكبرين أو متكابرين أو معاندين أو حسودين أو عائنين أو عائنتين أو ساحرتين أو ساحرة. اللهم اغفرنا يا رب العالمين. اللهم اصلح شؤوننا. اللهم ارزق أحياءنا ووفقهم وارحم أمواتنا بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.